السلام الله عليكم مشاهدينا من هنا من العاصمة اللبنانية بيروت. ملحمة طوفان الأقصى، وفي هذا المصطلح لا مبالغة، كما لا مبالغة في توصيف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي. عام بأحداثه المتلاحقة والمتسارعة، خصوصا الميدانية منها، وتحولاته الاستراتيجية الواسعة، شكل اختبارا ليس فقط للمنظومة الإنسانية والأخلاقية لدى العالم كله، بل أيضا للمنظومة الإعلامية، في ظل ما رافق حرب الإبادة من حرب موازية في التضليل والتزوير والتعتيم. جندت لها إسرائيل كل الإمكانات المادية والبشرية، رواية تلو الأخرى، بل تضليل تلو الآخر، في سياق التبرير لآلة القتل والتدمير من غزة إلى لبنان في هذه الحرب الإعلامية التي ما تزال مستمرة ولا تقل شراستها عن الحرب العسكرية. كثيرون سقطوا في فخاخ التضليل، والأرجح أنهم كانوا جزءا منها. كثيرون روجوا وكرروا السردية الإسرائيلية بعيدا عن أدنى المعايير المهنية في التدقيق والتمحيص والتثبت. وفي هذه الحرب أيضا ما تعرضت له الميادين اليوم، تتحدث عن هجوم سبراني غير مسبوق، هدفه الواضح طمس الحقائق ضمن حملات التضليل الضخمة. مشاهدينا، هذه الساعة من التغطية سنخصصها لنتناول فيها تطورات الحرب ومساراتها وما تعرضت له الميادين من هجوم سبراني وتأثيرات هذه الحرب، إضافة إلى حملات التفاعل والتضامن مع قناة الميادين. سوف يوضح أو توضح ما جرى هذا اليوم من حيث الأحداث، خطورتها، تداعياتها وأهدافها، السيدة بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين معنا الآن مباشرة. مساء الخير سيدة بهية. قبل أن نتحدث معك حول ما جرى، أريد أن أعرض هذا التقرير مشاهدينا عن الحرب النفسية والحملات الإعلامية التضليلية الممنهجة. كل هذه الحملات التي تشاهدونها تتابعونها على السوشيال ميديا، على الفضائيات، على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها يقودها ويديرها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على لبنان وغزة. نتابع هذا التقرير حول هذه المسألة ثم نعود. قبل أيام انتشرت أخبار عن دخول القوات الإسرائيلية إلى لبنان، تم التركيز على السردية نفسها لساعات طويلة في الإعلام العربي والعالمي قبل أن يتبين أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وأن القوات الإسرائيلية متمركزة على الحدود وتتعرض لضربات مكثفة من المقاومة في لبنان. لكن الأمر لا يتوقف عند حدود المواجهات العسكرية فقط، ففي الأسابيع الماضية تم رصد شائعات حول نقص وشيك في الوقود والديزل في لبنان وقطاع غزة، ما أثار موجة من الذعر ودفع المواطنين لتكديس الوقود خوفا من حصار قد يشل الحياة العامة. وهكذا فإن كل استجابة أو تحديث إعلامي من قنوات تلفزيونية أو هواتف لبنانية تحمل معها إشارات استخبارية محتملة لإسرائيل. اللافت في كل أنواع الحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل أنها تمر عبر وسائل إعلامها إلى الإعلام العالمي، ثم يعيد الإعلام العربي تبنيها، بل إن الإعلام العالمي غالبا ما يضيف إليها عناصر تشويقية بصناعة تقارير مبنية حصرا على مصادر خاصة غامضة، كما حصل في رواية نيويورك تايمز حول أسلوب اغتيال إسماعيل هنية في طهران من دون تقديم أي دليل حسي حول رواية الاغتيال، علما أن الكاتب الرئيسي للمقال هو الإسرائيلي المعروف بقربه من المؤسسة الأمنية رونن بيرغمان. هذا الأسلوب هو جزء من استراتيجية أوسع تمارسها إسرائيل بالاستناد إلى علماء نفس يعملون في رئاسة الأركان وقيادة العمليات، وتهدف منه إلى إعادة بناء الردع بصورة مختلفة تماما عما عهدناه عنها في تاريخها. سيدة بهية مساء الخير مرة أخرى.
ونريد أن نوضح لجمهورنا ولمشاهدينا لمتابعينا ما الذي حصل هذا اليوم. تحية طيبة كمال. بداية يعني لا يمكن قراءة أي عنصر من عناصر المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي خاصة منذ بداية طوفان الأقصى إلا ضمن مسار كامل وشامل. الحروب بطبيعة الحال اليوم تأخذ أشكال عديدة، لها ساحات، لها ميادين متنوعة، كما نتحدث دائما عن الحرب الميدانية، الحرب العسكرية. هنالك أيضا أنواع من الحروب في يعني العالم الموازي في الشبكة الافتراضية أو الشبكة العنكبوتية. لا شك أنه في هذا الزمن، زمن الإنترنت والتواصل السريع، زمن الموبايل والهاتف الموجود بين يدي المستخدمين، تصبح أيضا المواجهة على مستوى المعلومة أو الخبر وأيضا على مستوى الأدوات المستخدمة لإيصال هذه المعلومة، تصبح هذه ساحات أساسية ضمن هذا المسار الشامل من مسارات المواجهة. حرب المعلومة إذن، وحرب الخبر، حرب الصورة، حتى موضوع الحرب النفسية هو يعني لا يقل أهمية عن الحرب العسكرية أو الحرب الميدانية، مع كل ما قد يرافق هذا المسار من تهويل وتحريض وما شابه. ما حصل اليوم هو أننا تعرضنا في شبكة الميادين الإعلامية لهجوم إلكتروني، لهجوم سيبراني مزدوج. بداية كانت تتعرض للبث الإلكتروني أو البث الحي لشاشتنا التلفزيونية من خلال المنصات الرقمية، ومن بعدها الموقع الإلكتروني والتطبيقات الخاصة أيضا بعوامل الإتاحة التي نستخدمها من حسابات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات، وأيضا البنية التحتية المستخدمة لإتاحة كل هذه الوسائل، وسائل اتصالنا المباشر مع الجمهور. هذا كان الجانب الأول. أما الجانب الثاني فكان مركزا ليصب في يعني صلب عملنا اليومي، وهو الخادم أو الخوادم الأساسية التي نستخدمها ضمن شبكة الميادين الإعلامية للتواصل، لتنظيم العمل، لمسارات استخدام كل التطبيقات والأدوات التي يحتاجها أو تحتاجها غرفة الأخبار للبقاء على قيد الحياة ولتقديم المعلومة وإتاحتها إن كان على الشاشة أو حتى على المنصات والأدوات الرقمية المستخدمة. الجانب الأول كمال يمكن أن نقول أنه لعب دور تضليلي، يعني نوع من إلهاء الجمهور وإلهاء الفريق التقني المسؤول عن الإشراف وتأمين كل هذه المنظومة. تظهر صورة مفبركة، صورة لا تشبه أساسا أي أخلاقيات أو أدبيات للنشر التي نعتمدها أو نتبعها في عملية التواصل مع جمهورنا ونشر المحتوى، وذلك لتضليل الجمهور وإلهاء الفريق بمثل هذه المواد، لتقوم هذه الجهة المسؤولة عن عملية الهجوم أو العبث بخوادمنا بمحاولة الوصول مباشرة إلى الخادم الداخلي لشبكة الميادين لتعطيل منظومة العمل بشكل كامل ومنعنا من العمل وتأدية المهام الطبيعية. طيب سيدة بهية، كيف تعامل فريق الميادين المختص مع هذا الاختراق وهذا العمل التخريبي؟ بداية كما أشرنا الهجوم تناول الجانب المرتبط بالبث المباشر، يعني من هنا أهمية المحتوى الذي يتم استخدامه أو يتم عرضه على الشاشة وأدوات الإتاحة التي نعتمدها بالتوازي. فهمنا مباشرة أن المحاولة هي محاولة لتعطيل قدرتنا على البث ولتعطيل قدرتنا على النشر. إذن بالحالات الطبيعية في مثل هذه الإجراءات أو في مثل هذه العمليات التهكير نعمد مباشرة إلى محاولة احتواء الضرر عبر منع الجهة التي قامت بعملية الاختراق من يعني محاصرة فريق الميادين التقني من ومنعه من الدخول إلى هذه الحسابات أو هذه التطبيقات. بعد محاولة محاصرة هذه الجهة ومنعها من الاستمرار بعملية النشر والتزوير والفبركة من خلال حساباتنا، نقوم من بعدها بعملية محاولة أو عملية يعني معالجة الأضرار المباشرة الناجمة عن مثل هذه العمليات التعطيل، لحذف كل ما تم يعني نشره أو الترويج له من خلال
خلال هذه الحسابات، من بعدها بشكل مباشر إعادة السيطرة أو إعادة التحكم بهذه الحسابات لمواكبة الجمهور ولإعلامه وإخباره بما حصل، وأيضا لمحاولة استرجاع القدرة على النشر، ونحن بخضم مواجهة أساسية بخضم عدوان يعني على 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 لبنان وأيضا على غزة وقطاع غزة، محاولة للاستمرار بنشر أقله التفاصيل المباشرة والأخبار العاجلة التي كانت تنشر، ومحاولة استعادة يعني السيطرة على عملية البث ونشر البث المباشر من خلال الحسابات المستخدمة. هذا ما قام به مباشرة الفريق التقني. بداية أيضا كمال، نحن كنا نوعا ما نتوقع أي نوع من الهجوم، لأن الهجوم ليس فقط يعني في المواجهة الميدانية كما شرحنا، كنا قد احتطنا وأخذنا كل الإجراءات المطلوبة إلى حد كبير لمحاولة تلافي يعني حجم الأضرار أو محاولة احتواء الضرر والحد من الوقت الذي نحتاجه لإعادة الأمور إلى السيطرة. بالتالي ما قام به الفريق التقني مباشرة كان الانتقال إلى النسخ الاحتياطية التي كنا قد جهزناها من بنية تحتية، من خوادم، من قواعد للبيانات، ومحاولة ربط نسخ الاحتياطية من الموقع والتطبيقات على النسخة المحدثة من الحسابات وأيضا من يعني باقي التفاصيل التقنية التي نحتاجها للتواجد في الشبكة العنكبوتية أو في المساحات الرقمية المختلفة. ايضا يعني على الفور قمنا ب يعني محاوله للتحقيق من قبل ثلاث جهات مختلفه لفهم عمليا ما حصل، ولمحاوله تعقب الجهات التي قامت بمثل هذا العمل التخريبي وهذا العدوان الممنهج لاسكات الميادين وتعطيل قدرتها على العمل ومواكبه الجمهور. يعني مسار التحقيقات إلى ماذا أفضى أيضا سيدة بهية حتى هذه اللحظة، وفي المواجهة الإعلامية التي سنتحدث عنها لاحقا معك ومع ضيفنا، يعني قلت أن الحرب ميدانية وأيضا إعلامية، ميدان المواجهة الإعلامية يكون بالكلمة وبالصوت وبالرأي وبالتأثير في الرأي العام، وما أما هذه الطريقة عمل تخريبي إرهابي لا يتعلق بأي مواجهة إعلامية أو يعني مواجهة في ميدان الرأي العام والإعلام، نتحدث عن عملية إرهابية تخريبية تماما. التحقيقات سيدة بهية ماذا قالت، ومن هي الأطراف التي لعبت أدوارا مساعدة فيما جرى؟ في مثل هذه الأعمال التخريبية الكبيرة، ولأن تقييمنا الأولي يعني أظهر أن الهجوم كان قويا، كان متقدما، مدروسا، مخططا له بعناية لا يشبه أي من الهجمات التي تعرضنا لها طوال فترة عمل الميادين السابقة، وهي هجمات كثيرة ونتعرض لها بشكل يومي ومستمر. الواضح لنا بداية أن المستوى الذي وصل إليه هذا الخرق أو هذا الهجوم لا يشبه أي من هذه المستويات التي تعرضنا لها سابقا. كتحقيق أولي لدينا يعني بعض الإشارات أو المؤشرات، ولكن نقوم بتحقيق تفصيلي. في المؤشرات الأولى نستطيع أن نؤكد كمال، ولأن الإجراءات التي اتخذناها ولأن مستويات يعني الأمن والأمان التي اعتمدناها وكل الإجراءات التي تتطابق مع المعايير التي نعتمدها كانت محدثة إلى أقصى الدرجات وأقصى الحدود، لا يمكن إلا أن نشكك باحتمالية ضلوع جهات متواطئة أو شريكة أو قامت بتسهيل عملية التفوق أو التوغل عبر الفاير وولز أو أجهزة التحصين المستخدمة على مستوى الشبكة الداخلية التي نحصن بها إمكانية يعني التعرض أو الهجمات التي قد نتعرض لها من جهات خارجية داخل الميادين. هذه الجهات لن أسمي يعني أسماء شركات أو أسماء بلدان، ولكن هي جهات مقربة وعلى علاقات وطيدة جدا بدولة الاحتلال الإسرائيلي. سنصل خلال التحقيقات التفصيلية سنصل لأسماء مؤكدة، وعندها يمكن أن ننشر كل هذه التفاصيل، ولكن حتى الساعة وبالتحقيق الأولي نؤكد أنها جهات غربية على علاقة وطيدة جدا بدولة الاحتلال الإسرائيلي، هي التي سهلت وتواطأت وتشاركت في عملية تسهيل
كل أدوات الاستباحة لمثل هذه الإجراءات التي اتخذناها والتي هي مطابقة، وأؤكد أنها مطابقة لأفضل المعايير المستخدمة على نطاقات الحماية المختلفة وفي مختلف يعني طبقات الحماية أو السكيورتي لايرز التي تعتمد في مثل هذه الإجراءات، إن كان على المواقع أو حتى في الشبكة الداخلية التي نستخدمها ضمن البنية التحتية. هذا الهجوم العدواني الذي تعرضنا له. نتحدث. نعم كمال، هذا الهجوم. ونحن نتحدث الآن سيدة بهية، صفارات الإنذار تدوي هذه تقريبا كما أتابع الآن أكبر عملية دوائر حمراء وصفارات إنذار تدوي داخل فلسطين المحتلة منذ الهجوم الإيراني والرد الإيراني على عملية اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله وأيضا إسماعيل هنية. هذه أكبر تقريبا صفارات إنذار تدوي حتى الآن منذ ذلك اليوم. صفارات إنذار في منطقة الوسط في إسرائيل تدوي بشكل كثيف وبشكل غير مسبوق على الإطلاق، إلا في اليوم الذي تعرضت فيه إسرائيل لهجمات من الجانب الإيراني. صفارات إنذار كثيفة وفي منطقة الوسط التي تمتد من جنوب الخضيرة حتى سدود، لكن المناطق التي تدوي فيها صفارات الإنذار تقريبا من نتانيا حتى تل أبيب. سنتابع هذا الموضوع. سأكمل معك سيدة بهية فيما يتعلق أيضا بهذا الهجوم. المحاسبة القانونية ممكنة أو غير ممكنة؟ يعني دعنا نكون واقعيين كمال، في كل المرات التي كنا نتعرض يعني لمعاملات أو ممارسات فيها ازدواجية معايير أو تعرضنا فيها لاعتداءات مباشرة أو عمليات يعني قرصنة أو اعتداءات أو ما شابه، كنا نستنتج في نهاية المطاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لها امتيازات في هذا العالم، ليس فقط عندما نتحدث عن تفوق تقني بمعنى إتاحة كل هذه التطبيقات وإتاحة أيضا يعني إمكانية النشر بحرية وبطلاقة وما شابه، ولكن كنا نجد أيضا لديها حصانة من جهة الإعفاء من أي عملية محاسبة، لجهة أيضا التسهيلات التي تقدم لها على مستويات عدة، منها الجوانب القانونية، منها أيضا الجوانب المتعلقة بموضوع المحتوى، منها أيضا عملية مراجعة المحتوى والكوميونيتي نوتس والجايدلاينز، يعني عملية المراجعة المجتمعية التي يقوم بها عامة المستخدمين وكل من تصنف هذه التطبيقات بأنه أهل لمراجعة المحتوى أو العودة إلى تفاصيل يمكن أن يعطي رأيه أو مؤشرات عن صحة هذا المحتوى أو عدم صحته إنجاز التعبير. كنا نجد أن دولة الاحتلال لها كل هذه الامتيازات وكل هذه الحصانة، إذن لمن نعود ولأي جهة قد نطلب يعني هذه الأنواع من المحاسبة؟ ونحن نعرف تماما أن الجهات المعنية هي على شراكة مباشرة مع دولة الاحتلال، ليس فقط في تسهيل كل هذا ولكن من إعفائه من أي نوع من المحاسبة أو حتى تحمل مسؤوليات أو تبعات مثل هذه الأفعال. نحن الإنجاز الأهم الذي قمنا به اليوم أو الذي نستطيع أن نؤكد أنه لولا كل الإجراءات الاحترازية وتنبؤ بخطوات هذا الكيان لجهة مثل هذه التصرفات أو مثل هذه السلوكيات لكانت قد احتاجت أيام عديدة لتلافي الأضرار وللعودة إلى إتاحة البث وإتاحة المواقع والتطبيقات وكل ما شابه، ولكن لأننا أخذنا كل الإجراءات وأخذنا على عاتقنا محاولة فهم تصرفات والتنبؤ بها وتصرفات هذه دولة الاحتلال، بعد ساعة من الوقت مباشرة بعد الهجوم بساعة تمكننا من السيطرة على كل هذه الهجمة، تمكننا من العودة للبث والنشر، وتمكننا أيضا من يعني عدم الغياب أو عدم التخلي عن دورنا الأساسي في مثل هذه المواجهة أو مثل هذه المعركة والوقوف يعني عند الأضرار والاكتفاء بمعالجة ما قد تم يعني تنفيذه أو الضرر الذي نجم عنه.
كان الهدف الأساسي أن نستمر بمواكبة الجمهور، أن نستمر بالنشر، أن نستمر بالبث، وهذا ما حصل فعليا بسرعة قياسية لمثل هذا الحجم من الهجمات الإلكترونية والهجمات السبرانية التي تعرضنا لها. وبالتالي تركيزنا والهدف من كل الإجراءات التي نعتمدها هي الاستمرار وليس المحاسبة أو التعويل على مثل هذه الإجراءات الشكلية التي لا توصلنا لأي نتيجة. سيدة بهية، ستبقين معنا لنوسع دائرة تسليط الضوء على هذه الحملة، سواء كان ما استهدف الميادين اليوم بهذا الشكل الكبير من الاختراق ومحاولة إسكات الميادين وإبعادها عن الساحة الإعلامية في هذه اللحظات الحساسة، إلى مواجهة إعلامية أكبر على مستوى السردية، على مستوى الصورة، على مستوى إقناع الرأي العام. سيكون معنا كذلك للإضاءة أكثر حول هذا الموضوع الدكتور مكرم خوري مخول، مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في جامعة كامبريدج من لندن. دكتور مكرم، يعني ما الذي يدفع سلطات الاحتلال إلى كل هذا الجهد من أجل إسكات قناة الميادين أو إسكات القنوات الإعلامية التي لا تسير في ركب السردية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية، والتي تتخذ موقف ضد العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان، وآلت على نفسها أن تحمل هذه الرسالة بنقل هذه الحقائق للمشاهد العربي وللجمهور العربي؟ أهلا بك أستاذ كمال وبالأستاذة بهية. منذ الصباح بالفعل واكبنا وراقبنا هذه القرصنة التي كانت ضحيتها شبكة الميادين، وهنا رغم أن الأوضاع ليست مواتية، ولكن بالفعل نهنئ طاقم الميادين الذي عمل على تدارك هذه القرصنة الكبيرة بوقت قياسي بصراحة. الآن بما يتعلق بسؤالك أستاذ كمال، العدوان القرصني الذي حصل اليوم ضد شبكة الميادين هو موازي تماما يعني ولا سمح الله لقصفكم عسكريا. طبعا أنتم غير مسلحين بالصواريخ، ولكن صواريخكم هي المعلومات التي تبث عبر القناة وكل شبكة الميادين. ولكن لو مثلا قاس بعض الجهات، هل أفضل قصفكم جسديا أو قرصنتكم إعلاميا لكان توصل لما توصلوا إليه اليوم؟ على ذكر القصف دكتور، نعم. دكتور مكرم، أوقف قليلا، صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب تضرب تل أبيب في هذه اللحظة، وانفجارات ضخمة تهز المركز الذي تشير إليه إسرائيل، وهي منطقة الوسط في إسرائيل وتل أبيب الكبرى. إذن صواريخ من لبنان تضرب تل أبيب في هذه اللحظة، وصفارات الإنذار دوت قبل قليل في كل مناطق الوسط تقريبا، وقلت بأن صفارات الإنذار دوت بشكل غير مسبوق منذ الهجوم الإيراني ردا على اغتيال السيد نصر الله وكذلك السيد إسماعيل هنية. إذن لبنان وصواريخ المقاومة الآن تدك تل أبيب. أعود إليك دكتور مكرم، تفضل. نعم، مجرد على سبيل المثال أستاذ كمال، مجرد ما تفضلت حضرتك وقمت ببثي الآن بأقل من دقيقة، لا يروق على الإطلاق للاحتلال الإسرائيلي. أنتم شبكة الميادين في مركز نقل الأحداث، وجودكم في لبنان بشكل خاص وتواصلكم الذي يغطي جميع مناطق جبهة الإسناد للشعب الفلسطيني في هذا العام منذ بدء معركة طوفان الأقصى وعلى مدار جرائم الإرقبادة، هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، هو دور مميز للغاية. نعم، أنتم تقومون بواجبكم كإعلاميين لنقل الصورة
والصوت والكلمة والمعلومة، ولكن الطرف الآخر لا يحب ذلك. مجرد ما ذكرت حضرتك أستاذ كمال الآن هذا الخبر عن إطلاق الصواريخ عن ما يسمى بإما جوش دان أو وسط البلاد أو فلسطين المحتلة التاريخية، هو مزعج للاحتلال لأنه أيضا ينعش الكثير من الأوساط الداعمة للفلسطينيين وجبهة المقاومة، ينقل معلومات يفهمها الكثير من المواطنين الإسرائيليين منهم اليهود الإسرائيليين، يوصل أيضا المعلومة لقطاع غزة وهذه مسألة مهمة، وأيضا للضفة. إذن هذا التشبيك الذي تقوم به قناة الميادين لا يروق على الإطلاق للاحتلال. وإذا ما سألنا أنفسنا لماذا حصلت هذه القرصنة، أولا لإسكاتكم، ثانيا لتعطيل دوركم، وهذا أشبه بطرف يقوم بوضع عصا بعجل الدراجة أو برغي أو مسمار لإحداث هذا البنشر في عجل السيارة، لأنه أي تعطيل في بثكم مهم جدا في هذه اللحظات. أنتم تبثون 24 ساعة وتبثون من جميع المناطق وبشكل مهني ومتابعين لكل ما يحدث، رغم أن كانت هناك طبعا الكثير من القيود التي وضعت وفرضت عليكم من الاحتلال، ولكن دور الميادين وأنا متأكد سيدرس ويدرس قاطبة في دور وسائل الإعلام أثناء الاشتباكات أو المواجهات المسلحة أو إن شئت هذه الحرب الإقليمية التي نراها بشكل استنزاف أو آخر. إذن دور الميادين يقض مضاجع الاحتلال، ووصول المعلومات لجميع هذه الأماكن في العالم أيضا يضر في سمعة الاحتلال وفي جبهته الداخلية، وهذا جزء من الحرب الأمريكية وهذا مهم. سأعود إليك إذا سمحت لي بعد قليل، وتبقى معنا 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب مركز المدينة، تل أبيب الكبرى أطلقت الصواريخ من لبنان، يعني ربما تكون هذه الصواريخ ردا على الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل. نتابع هذه المشاهد الآن مباشرة مشاهدينا لتل أبيب في هذه الأثناء، نتابع هذه المشاهد بالصوت والصورة. هذه صواريخ مشاهدين المقاومة في لبنان تضرب تل أبيب الكبرى. الأنباء عن 5 صواريخ وصلت إلى المركز وإلى تل أبيب، هذه المشاهد نعرضها الآن على الهواء مباشرة. المعلومات تقول بأن وفق الإعلام الإسرائيلي بأن الطائرات الآتية إلى مطار بن غوريون حلقت في السماء بانتظار إذن الهبوط بعد إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب، أنها لم تنزل في المطارات في توقيتها إنما بقيت في السماء. وهذه المشاهد لمحاولات اعتراض الصواريخ
في سماء تل أبيب، نتابعها على الهواء مباشرة مشاهدينا. هذه أمامكم سماء تل أبيب، سماء فلسطين المحتلة، والصواريخ صواريخ المقاومة فوقها تماما، والقبة الحديدية، والدفاع الجوي الإسرائيلي يحاول اعتراض هذه الصواريخ فوق تل أبيب بشكل مباشر. نتابع هذه الصور التي تردنا الآن بعد لحظات قليلة من إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية. صواريخ المقاومة، صواريخ حزب الله تنطلق من الأراضي اللبنانية وتضرب منطقة المركز وتل أبيب مباشرة. أعتقد هذا نفس توقيت الصواريخ يوم أمس، بنفس التوقيت صواريخ المقاومة ضربت حيفا يوم أمس بنفس التوقيت. كنا على الهواء مباشرة في هذا الوقت تماما، 11:30 بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت الصواريخ أيضا تضرب مدينة حيفا ردا على المجازر الإسرائيلية وهدم البيوت في الضاحية الجنوبية وفي بيروت وفي البقاع وفي جنوب لبنان. هذا رد المقاومة على الجرائم الإسرائيلية في غزة وفي لبنان والعدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا كذلك. إذن هي صواريخ تأتي في سياق الرد على جرائم إسرائيل وفي سياق المواجهة القائمة حاليا بين المقاومة وبين العدو الإسرائيلي. سيكون معي الآن مباشرة، أصبح الآن معي مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، نحن معك لرصد أي جديد حول هذه الصواريخ، ماذا يقال حولها، وأيضا ماذا يعني وصولها إلى مركز تل أبيب الآن في هذا الوقت؟ قال جيش الاحتلال في بيان له أن 5 صواريخ طرقت الأجواء من جهة لبنان، معنى ذلك أن إسرائيل لم تستطع أن تعترضها على الحدود وأن الجيش يفحص، لكن صافرة الإنذار ضربت في جميع مناطق المركز، وجدان، تل أبيب الكبرى، نتانيا. أصوات الانفجارات ومحاولة اعتراض الصواريخ كانت عالية، سمعت من غرب رام الله ومن المناطق المحيطة. بهذه ثالث مرة تتعرض فيها تل أبيب منذ فجر اليوم، منذ الساعة 5 صباحا للصواريخ. جاءتها صواريخ لتل أبيب من اليمن في 5 صباحا، ثم من لبنان، ثم من كما قلنا من لبنان مرة أخرى طوال اليوم، وكذلك من غزة. نحن أمام مشهد صعب على تل أبيبيين إذا اعتقدوا أنه بعد سنة ربما يحققوا الردع ويستعيدوا كل ما كانوا خسروه قبل عام. اليوم يبدو لي الصورة تشتد تعزم، وثلاث مناطق، 3 دول، 3 اتجاهات قصفت تل أبيب اليوم، لا القبة الحديدية ولا مقلاع داود ولا المضادات الأخرى استطاعت أن توقف ذلك. على كل حال من الأحوال هنالك إذاعة الجيش تنشر الآن صور لمحاولة الاعتراض أو الصواريخ التي يصورها الجميع من النوافذ أو من أسطح المنازل في محاولة لملاحظة الصواريخ. بالمقابل أريد أن أقول بأن مشاهدة الصواريخ تحاول أن تعترض الصواريخ القادمة بات مشهدا مألوفا ويوميا. الآن تقول الأنباء الإسرائيلية بأن هناك إصابة وحرائق في بتحت كفا أيضا قريب من تل أبيب، وبالتأكيد هذا المشهد صعب على الإسرائيليين اليوم، وخصوصا أنه يكون دقائق معدودة، حوالي 8 دقائق ليخرجوا من منازلهم ويصلوا إلى الملجأ. على كل حال من الأحوال كانت في وسائل الإعلام العبرية تارة حفلة عرس، تارة
حفلة أخرى، الجميع يهرع وعلى رأسهم نتنياهو إلى الملاجئ أو الغرف المحصنة التي تسمى ممد، الجميع وهي كتلة أسمنتية ضخمة تحمي من شرائح الصواريخ، الجميع يهرع إليها. هذا مع أنه اجتماعات نتنياهو التشاورية التي قال إنها تأتي في إطار دراسة موضوع الأسرة، لكن الجميع يعرف أنها ليست موضوع الأسرة إنما موضوع إيران، وأنه هذا تهويم إعلامي. بكل حال من أحوال الصحافة العبرية أيضا شغلت اليوم بأنه قالت السنوار حي، والسنوار يتواصل شخصيا مع قطر بواسطة الرسائل، وهذا يجب الإعلانات السابقة لإسرائيل عن اغتياله هو محمد طيف، حيث نتنياهو شخصيا كان يتباهى بذلك. طيب ناصر، تبقى معنا ولابد من التنويه إلى ما تتحدث به وسائل الإعلام العبرية وذكره ناصر قبل قليل، يعني مشاهدينا لم ينتهي هذا اليوم، نصف ساعة حتى الساعة صفر يعني الساعة 12 صباحا، لم ينتهي هذا اليوم إلا بثلاث مرات، إلا بأن قصفت تل أبيب ثلاث مرات، مرة من غزة، مرة من اليمن، والآن من لبنان، في يوم واحد تقصف تل أبيب ثلاث مرات في اليوم وتدوي صفارات الإنذار ثلاث مرات في اليوم، ويهرع الإسرائيليون والمستوطنون إلى الملاجئ بأعداد هائلة أيضا ثلاث مرات في اليوم. ربما التعليقات التي كانت يعني التعليق الأنسب هو أن سماء إسرائيل علي مرتضى الآن سماء تل أبيب ربما تحتاج إلى شرطي سير لتنظيم الصواريخ اليوم القادمة من كل مكان باتجاه تل أبيب. علي والتفاصيل، تفضل. يعطيك العافية كمال. يعني بالفعل هو حدث مفاجئ، هو يحدث للمرة الثالثة في هذه الحرب، استهداف هذه المنطقة من لبنان وأطلاق صواريخ من لبنان. طبعا حتى هذه اللحظة حزب الله لم يذكر هذا الموضوع ولم يطلق أي بيان بخصوص إطلاق هذه الصواريخ باتجاه تل أبيب. كل الحديث يدور حول رصد صواريخ من لبنان. طبعا الإعلام الإسرائيلي تحدث بأن الصواريخ أطلقت من لبنان. نحن هنا بالفعل رصدنا صلية صاروخية، يعني نتحدث عن ما يقارب الخمس إلى ست صواريخ أطلقت، ولا أعلم إذا كانت هذه هي الصواريخ التي أطلقت باتجاه تل أبيب. بكل الأحوال اليوم كان يوما أيضا يعني من الأيام المؤثرة في الجبهة اللبنانية، لا سيما مع الحدث الذي اختتمت فيه هذه الليلة، يعني إذا ما صح التعبير كما ذكرت يعني الثلث ساعة تقريبا، وندخل بيوم الغد ونصبح بالثامن من أكتوبر، وهو تاريخ بدء أيضا جبهة الإسناد اللبنانية بإسناد غزة. اليوم كان هناك العديد من العمليات باتجاه العمق كمال، استمر القصف باتجاه حيفا، بالأمس قصفت المدينة، اليوم قصفت الكريوت الموجودة في شمال حيفا ما يقارب مرتين إلى ثلاث مرات، كذلك استهدفت طبرية، قاعدة نيمرة استهدفت، مستعمرة كرمائيل في الوسط تم استهدافها مرتين، بالإضافة كما ذكرت قبل قليل للاستهداف باتجاه تل أبيب. إذن نتحدث عن أكبر قدر من الاستهدافات باتجاه العمق يحدث اليوم، وهذا يحدث طبعا بالتوازي مع حملة جوية مكثفة من العدو الإسرائيلي ومقاتلاته باتجاه البلدات اللبنانية التي قصفت بشكل عنيف جدا وبشكل متواتر، ووصل القصف إلى مدينة صور حيث استهدف برجا سكنيا في مدينة صور ما أدى إلى تدمير الطوابق الثلاث العليا منه. حزب الله أيضا استمر على خط استهداف خلفية القوات المتجمرة والمتجمعة لاقتحام الأراضي اللبنانية، حيث استهدف تجمع آليات وأفراد خلف موقع جولي
كل العلام، بالإضافة إلى استهداف مستعمرة كفر فارديم في صلية صاروخية، وكلنا رأينا السيارات التي تحترق في كفر فارديم وتأثير هذه الصواريخ باتجاه تلك المستعمرة الواقعة في الخط الأمامي. كذلك رصد حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال في بيت هلل في أصبع الجليل وتم استهدافها بصلية صاروخية. العديد من الإطلاقات الصاروخية التي لم يطلق أو لم يصدر فيها بيانات رصدناها خلال النهار باتجاه مسكب عام، باتجاه الجليل الغربي، قبل قليل باتجاه الجليل الأعلى، أصبع الجليل أكثر من مرة، وأيضا تل أبيب كما ذكرنا، وهي ربما يعني ملكة العمليات اليوم لأنها بأكثر عمق ممكن تدخل إليه صواريخ حزب الله أقله حتى هذه اللحظة. بالنسبة للالتحام، وهنا نقطة حساسة للغاية، لسيما بأن أداء العسكري للجيش الإسرائيلي على طول الجبهة يشير إلى ارتفاع في منسوب النيران ومرسوم الهجمات البرية والتحضيرات باتجاه اختراقات برية من أكثر من نقطة. التحم حزب الله مع القوات المحتلة والتي تدخل الأراضي اللبنانية في حديقة مارون الراس عبر استهدافة بصلية صاروخية. أيضا استهدف تجمعا لجنود الاحتلال خلف بوابة ترميش بصلية صاروخية، إضافة إلى ارتفاع أو إلى استهداف مرتفع القلع في بلدة بليدة برشقة صاروخية، أيضا كان يتواجد فيه تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله صباحا أيضا اشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه مثلث كفر كلا سهل الخيام وتل نحاس، وكان الهدف تأمين نقطة عبور باتجاه سهل الخيام، ولكن هذا الاشتباك أجبر هذه القوة على التراجع. كذلك هنا في القطاع الغربي حدثت محاولة اقتحام بين اللبوني وعلم الشعب صباحا، تقدموا 400 متر تم الاشتباك معهم وعادوا إلى الوراء. ليلا أيضا كثف العدو الإسرائيلي من غاراته باتجاه الناقورة 20 غارة تقريبا. نعم. باتجاه الناقورة، هذا عدا عن غارات عدة ما يقارب 6 إلى 7 غارات استهدفت طير حرفة. وفي نفس الوقت حدث محاولة تسلل باتجاه علم الشعب والظهيرة، وجهت باشتباكات وتراجعت القوات التي تحاول اقتحام من هذه الناحية. علي شكرا جزيلا لك، الأنباء تفيدنا الآن. حسب مراسلنا في فلسطين المحتلة، 10 انفجارات ضخمة جدا في تل أبيب ووسط فلسطين المحتلة. الناطق العسكري يقول اعترضناها كلها وبعضها سقط في مناطق مفتوحة، والأنباء تقول أنه 10 انفجارات ضخمة، والمستوطنون والمواقع الإسرائيلية تقول حرائق تندلع في هذه الأثناء. سأعود إلى ناصر مرة أخرى لاستيضاح الموقف. ناصر، في حظر نشر بشكل يعني قاسي من قبل الجيش الإسرائيلي على الصور، لكن بعض الصور تتسرب وننشرها بطبيعة الأحوال، لكن ماذا يعني أن يتحول قصف تل أبيب لخبر اعتيادي ويومي عند الإسرائيليين؟ أولا قبل صفرة الإنذار كانت تشهد سماء حركة طائرات نفاثة قوية مسموع للجميع. اثنين، الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه الذي جاء من لبنان 5 صواريخ فقط. أما أصوات الانفجارات هي محاولة اعتراض هذه الصواريخ سواء بالقبة الحديدية أو بأي شكل من الأشكال بعد أن انقطعت الحدود. وبالتأكيد لا تأخذ وقتا طويلا مثل الصواريخ اليمنية أو الإيرانية، لكن وصولها لتل أبيب بهذا الشكل يعني يسر الوصول وسرعة الوصول في الوقت، لا تحتاج 15 دقيقة مثل إيران واليمن. النقطة الأخرى، إسرائيل بالتأكيد تخاطب الجبهة الداخلية حين تقول بأنه بعضها سقط في مناطق مفتوحة وبعضها تم اعتراضه، وهذا تأكيد على أنه ليس المنظومة الدفاعية لا تستطيع أن تعترضها كلها. على كل حال من الأحوال، الجميع الذي عمم على وسائل الإعلام بأنه لا يوجد أي تغيير في التوجيهات للجبهة الداخلية والصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، المقصود أنها لم تسقط خسائر في الأرواح. الأمر الآخر هو أنه بينما نتنياهو يتحدث عن إيران ويهدد إيران، والصحافة العالمية التي تسرب لها إسرائيل تتحدث عن إيران وهي هدف كبير بالمناسبة، ليس مثل غزة ولبنان
وقصف سوريا أو الجولان. تأتي هذه الجبهات وتفتح مرة واحدة وأي على تل أبيب حيث يجتمع نتنياهو، وهذا في الاستراتيجية والتكتيكية عسكريا وأمنيا وسياسيا له معاني كثيرة. إذا كانت الصواريخ لا تزال بعد سنة من الحرب تأتي من غزة التي محاصرة من كل الجهات ومن لبنان ومن جهة الجولان، وبالتالي كيف إذا فتحت إسرائيل حربا مع إيران التي هي بلد كبير جدا واسع المساحة وكامل التسليح وقادر على إطلاق الصواريخ لسنوات. إذن نتنياهو لا يستطيع أن يأخذ القرار لوحده فيما يتعلق بالجبهات، وإنما يحتاج للإدارة الأمريكية التي تقرر عنه نيابة سياسيا وعسكريا وأمنيا، وهذا ما يحدث الآن. كمان ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا. لازلنا نتابع هذا الحدث المهم على الصعيد الميداني، لكنه أيضا يرتبط بما بدأنا به هذه الساعة من التغطية حول المواجهة الإعلامية، وسأعود إلى السيدة بهية مرة أخرى. سيدة بهية، يعني هذا أيضا يطرح سؤال حول توقيت الهجوم السبراني على الميادين في هذا التوقيت، حيث زخم الأحداث، حيث تنقل الميادين الصورة، حيث تنقل الميادين الخبر الإنساني الميداني المواقف السياسية. التوقيت هنا يبدو مهما للغاية لمن قرر تلك الهجمات. تماما، يعني وأنت تتحدث كمال وتقرأ هذا الخبر الجديد، كنت يعني أتصفح بعض الحسابات التابعة لفضائيات عربية تتعامل مع أو تغطي الأحداث الراهنة والأخبار بشكل عام. البعض منها لم يعتبر أنه هذا خبر يعني يحتاج أو يتطلب ويستلزم فتح تغطية مباشرة والتعامل مع هذه العواجل بصورة حية وسريعة. البعض الآخر الذي قرر فعلا التعامل مع هذه العواجل كان يتبنى السردية الإسرائيلية بشكل مباشر وتلقائي وفوري. أما البعض الآخر فكانت يعني تمر مرور الكرام ويستكمل التحليلات ويعطي المساحة لمحللين ينقلون ويتبنون السردية الإسرائيلية أكثر من أي شيء آخر. أما الميادين مباشرة قررت التعامل، بداية قررت رصد ويعني سخرت الأدوات المطلوبة لرصد هذه المواد أو هذه الأخبار على وجه السرعة لتقديمها للجمهور والرأي العام. أيضا استدعت أو لجأت إلى مراسليها لاستبيان ومقاطعة مثل هذه الأخبار السريعة والفورية، ونتيجة يعني حالة الحظر التي تمارسها يعني الأجهزة الرسمية الإسرائيلية على وسائل الإعلام، كانت تحاول أن تقاطع مثل هذه المعلومات مع المراسلين من الميدان ومن الأرض، ومباشرة يعني كانت الصور والفيديوهات تنقل عبر البث الحي وعبر المنصات والحسابات التابعة لنا على الشبكة العنكبوتية. ما يعني أريد أن يعني أشير إليه أنه من يتابع جزء كبير من الإعلام العربي ومن الفضائيات العربية على وجه الخصوص، والتي يعني لديها أهمية عالية جدا في مثل هذه الأحداث منذ بداية طوفان الأقصى، يجد أنه سيصاب بالإحباط، سيصاب باليأس، سيتبنى السردية الإسرائيلية بطريقة مباشرة وبطريقة عفوية، ظنا منه أن هذه السردية الطبيعية أو السردية المشتركة بين الجزء الأكبر من هذه الفضائيات. بينما الميادين في المقابل ليست قناة المقاومة ولكنها قناة مقاومة، هي قناة مقربة ومؤيدة ومحبة للمقاومة وللشعوب، شعوب هذه المنطقة، الشعوب المحقة، الشعوب صاحبة القضايا على اختلافها. من هنا
نفهم أسباب مثل هذه الهجمات ولماذا ركن الاحتلال لمثل هذا العدوان. على الأغلب وأغلب الظن أنه لم يتمكن من إخضاع الميادين بصورة مباشرة، سبق وتعرض لصحفيين في الميادين زملائنا واستشهدوا يعني وهم يغطون الأحداث من أرض الميدان لنقل الواقع كما هو. من بعدها لم يلجأ فقط لإغلاق حساب تابع لنا على الشبكة العنكبوتية أو منصات التواصل الاجتماعي عبر التواطؤ والتشارك مع أصحاب هذه الشركات العملاقة، بل لجأ إلى تعطيل كامل، محاولة تعطيل كاملة لكل منظومة عمل شبكة الميادين من الأرشيف للإيميلات لأساليب التواصل الداخلية للتطبيقات الداخلية التي نستخدمها لكل ما نحتاجه لنشر على الشاشة والبث الفضائي، ومن بعدها أيضا البث على المنصات الإلكترونية والحسابات التابعة لنا على منصات التواصل الاجتماعي. التوقيت مرتبط بالدور الذي تقوم به الميادين في مثل هذه المواجهات، وبسبب خضوع الجزء الأكبر من الفضائيات العربية لأجندة واضحة وتبنيه لهذه الأجندة الواضحة لجهة المضمون، لجهة الأداء، لجهة المحللين، ولجهة السردية التي يتبناها والتي تتماهى بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وتخدم سردية الاحتلال وليس سردية المقاومة على اختلافها في غزة وفي لبنان واليمن والعراق. طيب، هنا أيضا دكتور مكرم، وبعيدا عن أصدر حزب الله في هذه الأثناء بيان، قبل أن أذهب إلى الدكتور مكرم، بيان حزب الله بسم الله الرحمن الرحيم: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة والدفاع عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله، نفذت المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة جليجلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ضواحي تل أبيب. إن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع هذا الاحتلال، حسب البيان الصادر عن المقاومة في لبنان. إذن الصواريخ، الخمسة صواريخ التي كنا نتابعها وهذه الصور نعيدها على الهواء، كانت تستهدف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ضواحي تل أبيب. هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها المقاومة. ردت المقاومة، كانت قد ردت في الأشهر الماضية على هذه القاعدة، قاعدة جليجلوت، ردا على اغتيال قائدها العسكري فؤاد شكر، الشهيد فؤاد شكر. قاعدة جليلوت إذن هي الهدف الذي انطلقت إليه صواريخ المقاومة، والتي نتابع هذه المشاهد الآن على الهواء مباشرة لصواريخ حزب الله وهي في سماء فلسطين المحتلة وفوق الاحتلال وفوق جنوده ومواقعه وتمركزه. وأيضا نتابع هذه المشاهد لمحاولات الدفاع الجوي والقبة الحديدية اعتراض هذه الصواريخ. هذه الصور مشاهدينا لتل أبيب قبل قليل، نتابعها معكم على الهواء مباشرة وطبعا بالتوازي مع هذه الأخبار العاجلة التي تنقل بيان المقاومة في لبنان حول هدف إطلاق الصواريخ. خمسة صواريخ أطلقت على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، سبق وأن أشارت قناة الميادين إلى هذه القاعدة العسكرية ودورها وأهميتها وموقعها وكذلك الأعمال التي تقوم بها. دكتور مكرم، تعليق أخير من عندك إذا سمحت على هذه الأنباء. وكنا طبعا موضوع الإعلام موضوع كبير جدا، وبعيدا عن ما حصل للميادين من اختراق، في حالة في العالم العربي تشبه الصهيونية المعربة،
إذا جاز التعبير، تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تمحيص وتفكير وربما أبحاث لاحقا للبحث إن كانت هذه ظاهرة أم عبارة عن سيطرة خارجية على الحركة الإعلامية العربية لتوجيهها؟ نعم، هناك تزاوج أستاذ كمال للحدث العسكري والتغطية الإعلامية. أنتم أحدثتم نوع جديد من التغطية، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي تعود بالماضي أن يكون هو الذي يسيطر على تدفق المعلومات، وأنتم في الميادين قمتم بالانقضاض على قنوات تدفق المعلومات. وها أنت حضرتك تقرأ هذا البيان الذي أتى لكم من حزب الله، ما يجعلكم مصدرا أوليا، وهذا يقوي مصداقيتكم ويجعلكم أيضا من الذين يقررون الأجندة الإعلامية الإخبارية، وعليه فإن المتلقي يوميا يحاول ملاحقة قناة الميادين لكي يستوعب الأخبار التي يريد أن يستمع إليها، وهذا يرفع من مشاهدة الميادين، من شهرة الميادين، مصداقية الميادين ودورها. وأنا أتابع مثلا أحيانا كنتم قبل هذه التغطية تحظون بمشاهدات مثلا 50,000 باليوم على يوتيوب أقول فقط، ولكن الآن الرقم هو ضرب 5، ممكن مشاهدة ذلك، والأعداد موجودة على يوتيوب تشير إلى أنكم الآن الرياديين، والمجتمع والمشاهد العربي يريد أن يحظى بالمعلومات وعدم الخضوع للرقابة التي تقوم بها بعض القنوات الإعلامية العربية، والتي تخضع بدورها لتلك الأنظمة التي لا تريد أن تري للعالم كل إنجازات المقاومة. دكتور مكرم خوري مخول، أشكرك جزيل الشكر، مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في جامعة كامبريدج، وأيضا الشكر للسيدة بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين. سوف نختم مشاهدينا بهذا الفيديو للتضامن الواسع لوسائل التواصل، رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مع ما تعرضت له الميادين. نتابع الفيديو وإلى اللقاء.